الحادية عشرة من قناة ليبيا، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بأبرز العناوين. المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة يبحثون في مصراتة ملفات الانتخابات وعودة المهجرين والمصالحة. لجنة المتابعة الدولية تحث مجلس النواب على إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات قبل الأول من يوليو. المجلس الرئاسي يطلع بمهامه لمواجهة التهديدات الخارجية ويناقش مع دول الجوار الوضع في تشاد. ومع تواصل انطلاق حملات التطعيم، ليبيا تسجل 533 إصابة جديدة بكورونا. وفي أخبار الاقتصادية تتابعون أيضا. البعثة الأممية تعرب عن قلقها من توقف إنتاج النفط بمرسى الحريقة. المركزي يفتح اعتمادات مستندية لأكثر من 200 شركة خلال أسبوع. إلى التفاصيل، وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفير رفقة عضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة اليوم إلى مدينة مصراتة في زيارة تفقدية للمدينة، حيث اجتمعوا بعميد وأعضاء المجلس البلدي والحكماء والأعيان والقيادات المدنية والعسكرية لبحث عدد من القضايا المهمة. حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر، ملفات عودة المهجرين والنازحين وملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. تم توحيد المؤسسات في هذه الجسم. يتواصل الضغط على مجلس النواب للإسراع بإيجاد قاعدة دستورية تسمح لمفوضية الانتخابات بإجراء الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر، وهو ما دعت إليه لجنة المتابعة الدولية في بيانها أمس، حاثة على أن لا يتجاوز ذلك الأول من يوليو. لنتابع. في إطار الدعم اللامتناهي من الدول الشقيقة والصديقة ودفعهم المتواصل نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، دعت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا مجلس النواب إلى توضيح وسن القاعدة الدستورية ووضع إطار قانوني لإجراء الانتخابات في موعد أقصاه الأول من يوليو. اللجنة وفي اجتماعها أمس ذكرت السلطة التنفيذية المؤقتة وجميع المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة بأن مهمتها الأساسية هي ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 من ديسمبر وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، داعين لتنفيذ قراري مجلس الأمن 25-70 و25-71 بالكامل. أما حول عمل حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، فقد دعت لجنة متابعة مجلس النواب للإسراع في اعتماد الميزانية الموحدة لتبدأ الحكومة تقديم خدماتها الأساسية للسكان وضمان استمرار تشغيل قطاع النفط والتوزيع الشفاف والعادل للموارد واتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها. اللجنة حذرت من تأثير النزاع على دول الجوار من خلال المتاجرة بالسلاح، مؤكدة على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من ليبيا والامتثال التام لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة. بيان اللجنة هذا لاقى ترحيبا من رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا يانكوبيتش، والذي أشاد كذلك بمشاركة رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس والسفير الألماني لدى ليبيا في اجتماع لجنة المتابعة حسب ما أعلنت البعثة الأممية. عبرت دول جوار تشاد، ليبيا والسودان والنيجر عن قلقها العميق من تطور الأوضاع في تشاد،
مشيدة بالدور الذي كان يقوم به الرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. الدول الثلاث دعت في بيان لها المواطنين في تشاد لتغليب مصلحة البلاد وإقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة، مجددة التزامها بضرورة الحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها، وداعية مجلس السلم والأمن الإفريقي لعقد جلسة طارئة واتخاذ تدابير لتخفيف التوتر. وجددت الدول الثلاث التأكيد على ضرورة التعاون فيما بينها لتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة، مشيرة إلى حرصها على تكثيف الجهود لدعم التعاون الأمني ومراقبة الحدود. هذا وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي متابعتها ببالغ الاهتمام للتطورات الجارية في جمهورية تشاد والتي أدت إلى وفاة الرئيس إدريس ديبي. وزارة الخارجية عبرت بحسب مكتبها الإعلامي عن عميق أسفها لهذا المصاب الجلل، مؤكدة تطلعها إلى انتقال سلس وسلمي للسلطة دون إراقة دماء. طلبت الوزارة الجالية الليبية الموجودة في تشاد بالتواصل مع السفارة الليبية في أنجمينا أو في الكاميرون لتوفير أي مساعدة ممكنة خلال هذه الأزمة، معلنة عن إنشاء غرفة طوارئ لمتابعة الوضع عن كثب. اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش اليوم زيارة إلى بيرين بسويسرا، التقى خلالها المسؤولين السويسريين لمناقشة سبل مساعدة الشعب الليبي والسلطات الليبية في الانتقال نحو مرحلة مستقرة. أبرز ما جاء في زيارة كوبيتش نتابعها في هذا التقرير. جولات عديدة أجرها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش ناقش فيها الملف الليبي وسبل مساعدة الشعب الليبي والسلطات أثناء انتقال البلاد نحو مرحلة ديمقراطية مستقرة مزدهرة تصون وحدة ليبيا وسيادتها. وآخر جولات كوبيتش قادته إلى سويسرا التي اختتمها اليوم، حيث التقى خلالها عددا من المسؤولين، منهم المستشار الاتحادي أغناسيو كاسس ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس قسم السلام وحقوق الإنسان، حيث جرت مناقشة آخر التطورات في ليبيا والمنطقة، واتفقوا على الحاجة إلى تكثيف الدعم للسلطة المؤقتة المنتخبة حديثا في ليبيا من أجل تعزيز تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، وحثوا جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة على إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها من خلال وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين وتعزيز العمل مع المجتمع المدني. كما دعا المبعوث الخاص والمستشار الاتحادي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على الاستقرار في ليبيا، حاثين جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية المعنية على الإسراع في سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. كوبيتش وخلال زيارته جدد التأكيد على تقدير الأمم المتحدة لحكومة سويسرا لدعمها الفعال لعملية الحوار التي تيسرها الأمم المتحدة من خلال استضافة عدد من الاجتماعات للمسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية. زيارة كوبيتش لسويسرا سبقتها زيارات أخرى أجراها في عدد من البلدان كان فيها ملف إجراء الانتخابات في موعدها المحدد الأبرز على طاولة نقاش كوبيتش. بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مجريات الوضع في ليبيا. مذكرة مقتضبة صدرت عن رئاسة الوزراء في روما أشارت إلى أن الاتصال تركز على مكافحة وباء كوفيد-19 والآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين روما وباريس. اجتمع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي صباح اليوم في طرابلس بوزيرة العدل حليمة إبراهيم. طلب المجلس الرئاسي الوزيرة بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية في جميع السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل وتقديم توضيح شامل حول هذا الملف المهم. كما شدد المجلس خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إطلاق سراح جميع المسجونين قسرا وغير المدانين وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن. تنفيذا للخطة الأمنية لتأمين مدينة شحات وضواحيها، تواصلت الجهود المبذولة والتحري وضبط الخارجين عن القانون لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.
هذا وقد أقيمت نقاط تفتيش داخل المدينة وضواحيها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وإزالة معتم الزجاج وضبط المطلوبين للجهات الأمنية وتقديمهم للعدالة وتأمين المساجد وكافة المرافق الحيوية. في ملف كورونا، انطلقت بمركزي الصحة الغربي والبركة ببلدية زوارة صباح اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. تستهدف الحملة في مرحلتها الأولى كبار السن من عمر 70 سنة فصاعدا، حسب بيان البلدية الذي أشار إلى وجود فرق صحية مكلفة بالوصول إلى الحالات التي لا تستطيع الوصول إلى المراكز للحصول على التطعيم. من جانبه، أعلن مكتب الخدمات الصحية بمدينة سرت اليوم انطلاق حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإقبال في اليوم الأول كان جيدا في أغلب نقاط التطعيم. ومع انطلاق الحملة، أجرى مدير مكتب الخدمات الصحية ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض سرت ومدير مراقبة الخدمات المالية سرت وعدد من المسؤولين أجروا جولة تفقدية داخل مراكز التطعيم، اطلعوا من خلالها على سير العمل بها. جيت هذا اليوم 22/4 إلى مركز الرعاية الصحية لتلقي الجرعة الأولى من لقاح ضد الكورونا، والحمد لله وجدنا الأمور ميسرة، وجدنا الطاقم الطبي والممرضين وكل من مسؤولين على ذلك في انتظارنا، ووصلتني رسالة عن طريق الهاتف تحدد اليوم والتاريخ والمكان حسب الإجراءات التي اتبعتها بالمرة الأولى، وفعلا حضرنا وأخذنا الحقنة اليوم وكانت الأمور ميسرة جدا. نحن في مركز الرعاية الصحية سرت، هنالك إقبال من المواطنين المسجلين بمنظومة التطعيمات، والأخوة بالرعاية الصحية والخدمات الصحية سرت يقومون بعملهم على قدم وساق، يسهلون في مهام الناس المقبلين على التطعيم. ننصح كل المواطنين التسجيل في هذه المنظومة حماية لأنفسهم ووقاية لهم. هذا كما انطلقت بمختلف مراكز التطعيمات بمدن الجفرة حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا بحضور مدير مكتب الخدمات الصحية الجفرة ومدير مركز مكافحة الأمراض والمدير التنفيذي للحملة بالجفرة. الحملة انطلقت بعد استكمال كافة الترتيبات المخصصة لها. مراسلنا في المدينة واكب الحملة وأعد التقرير التالي لنتابع. بعدما شهدته مدن الجفرة من تزايد كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع حالات الوفيات وبعد وصول الشحنة الأولى من اللقاح، انطلقت حملة التطعيمات ضد الفيروس والتي تستهدف كبار السن المسجلين بمنظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض. انطلقت اليوم الحملة الوطنية لتطعيم بفيروس جائحة كورونا ببلدية الجفرة، والحملة ماشية بشكل منتظم داخل البلدية، والأعمار المستهدفة حتى المسجلين في المنظومة من 229 مواطن. الإجراءات سلسة، الناس ما شاء الله فيه قبول نوعا ما. نبي نوجه من خلالكم النداء لكل الناس أنها تسجل في المنظومة باش ياخذوا كلهم التطعيم، وإن شاء الله باش تكون هذه خطوة. أصبت بهذا المرض ونقلت إلى قسم العناية إلى قسم، وخرجت منه متعافيا والحمد لله، وهنا اليوم في 22/4 في شهر رمضان المبارك أتلقى اللقاح، ونأمل أن يكون هذا اللقاح بعون الله شافيا عافيا لجميع المسلمين. القائمون على المرافق الصحية وحملة التطعيمات بمدن الجفرة وجهوا مناشدات للمواطنين بالتسجيل في المنظومة حتى يتسنى لهم تلقي اللقاحات ووقايتهم من هذا الوباء. حملة التطعيمات سبقتها حملة توعوية شملت تركيب لوحات إرشادية بالمناطق توضح ضرورة التسجيل بالمنظومة وطرق تلقي اللقاح، بالإضافة إلى حملات التوعية عبر الإذاعات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بالجفرة.
وعن الوضع الوبائي المحلي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. أوضح المركز في بيانه الأخير أنه سجل 12 حالة وفاة في عدد من المدن، بالإضافة إلى تماثل 739 مصابا للشفاء. هذا وبلغت نسبة العينات الموجبة خلال الساعات الماضية إلى 19.1% من مجمل عينات الفحص، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 174,216 مصابا. بدوره أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سبها تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلديات الجنوب، 7 منها في سبها و4 في الشاطئ خلال الساعات 24 الماضية. أضاف المركز تماثل 51 مصابا للشفاء في الجنوب، مشيرا إلى أن المختبر التابع له في سبها تسلم 66 عينة فحص أظهرت التحاليل سلبية 55 منها. تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض كمية من مشغلات الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا، إضافة إلى مسحات تجميع العينات بالوسط الناقل من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط. تأتي هذه الخطوة في إطار تضافر الجهود للحد من انتشار ومكافحة جائحة كورونا. أطلق مكتب أوقاف إغدامس حملة تعقيم لعدد من المساجد في المدينة، وذلك بالتعاون مع فريق رواد الخير بالتزامن مع اكتظاظ المساجد هذه الأيام بالمصلين. وتأتي هذه الحملة كإجراء احترازي بعد أن شهدت مدينة إغدامس مؤخرا ازديادا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. نحن متواجدين في مبادرة من مبادرات فريق رواد الخير الجديدة، وهي إقامة حملة تعقيم شاملة لجميع مساجد مدينة إغدامس. للأسف تأتي هذه الحملة للأسف مع ازدياد ملحوظ للحالات الإصابة بكورونا داخل البلدية، فقمنا نحن بحملة شاملة للمساجد، خاصة أن المساجد هذه الفترة وخلال شهر رمضان المبارك تعتبر إمكان إقبال المواطنين لها بسبب صلاة التراويح وباقي الصلوات، فقمنا نحن بهذه الحملة محاولة منا تخفيف من حدة هذا الفيروس أو مكافحة هذا الفيروس. والحمد لله انطلقنا في اليوم من المسجد الكبير في مدينة إغدامس حتى تنطلق الحملة لباقي جميع المساجد. بإذن الله تستمر هذه الحملة ممكن يومين أو ثلاثة بحيث أنها تشمل جميع مساجد المدينة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. وقف رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة خلال الجولة التفقدية التي قام بها يوم أمس إلى جنوب طرابلس على الشروع في تنفيذ مشروع رصف وتوسعة طريق عين زارة ابتداء من جزيرة الفرناج إلى تقاطع وادي الربيع، مشددا على ضرورة إزالة أثار ومخلفات الحرب من قبل شركة الخدمات العامة. هذا وقام دبيبة بزيارة حديقة المجد بطرابلس، حيث أذن بالشروع في صيانة 18 حديقة أخرى. ضمن سلسلة الاجتماعات المتواصلة للحراك من أجل النهوض والارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية والمرافق ببلدية الجفرة، عقد حراك أهالي الجفرة اجتماعا موسعا ضم رؤساء فروع الحراك بمدن بلدية الجفرة وعددا من رؤساء الأقسام بالحراك. هذا وخلص المجتمعون إلى تشكيل لجنة تكون مهامها إطلاق حملات توعوية شاملة للتعريف بالعملية الانتخابية وأهمية مشاركة الجميع فيها، كما تم إقرار لجنة تكون مهامها تنظيم وعقد دورات للرفع من قدرات الشباب من الجنسين بمختلف التخصصات والمهارات. تم اليوم عقد اجتماع لحراك أهالي الجفرة بحضور كل من منسقي المناطق وبعض الأعضاء داخل البلدية، وتم من خلالها وضع نقاط أساسية للعمل، منها التواصل مع صناع القرار بالدولة الليبية لعرض مشاكل واحتياجات البلدية، كذلك اقتراح تشكيل لجان للتوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة بها، كذلك تم اقتراح تشكيل لجان تعنى بتقديم دورات وفرص عمل للعناصر الشبابية من الجنسين، تم التأكيد
على مواصلة التنسيق والتعاون بين الحراك وبين فروع البلدية بالمنطقة وكذلك البلدية. ينذر مستشفى النفسية بمدينة بنغازي بكارثة في مياه الشرب، وذلك بسبب تلوث البئر المغذي للمستشفى بمياه الصرف الصحي إلى جانب افتقاره للبنية التحتية. هذا وخطب المستشفى كافة الجهات المسؤولة بتغذيته من مياه النهر الصناعي، ولكن تم تغيير مساره إلى حي الروضة، بما سيتم تغذية المستشفى من مجموعة أبار ارتوازية تعاني من التلوث. يعاني منها مستشفى النفسية، وموضوع تغذية مستشفى النفسية بمياه النهر. مستشفى النفسية طبعا يفتقر إلى الكثير من البنية التحتية من ناحية المياه والصرف الصحي، فهو ليس موصولا بشبكة صرف صحي وليس موصولا بشبكة مياه النهر الصناعي. في سنة 2018 اكتشفنا تلوث البئر المغذي الرئيسي لمستشفى النفسية بمياه الصرف الصحي، مما اضطرنا إلى قفل هذا البئر، وأعددنا مراسلة خاطبنا فيها جميع جهات ذات الاختصاص. في خبر عن التعليم، قامت مديرة مكتب الخدمة الاجتماعية بوزارة التعليم فوزية بن خشير رفقة مراقب التعليم ومدير مكتب التعليم الأساسي ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بمراقبة تعليم سواني بن آدم بجولة تفقدية في عدد من المدارس، وذلك لمتابعة سير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي بالمؤسسات التعليمية ببلدية سواني بن آدم، من حيث الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واستعمال المعقمات وجهاز قياس الحرارة. اليوم تشرفت بزيارة لإحدى المؤسسات التعليمية بمراقبة تعليم سواني بن آدم، وهذه المؤسسة هي مدرسة المليون شهيد، واللي فرحت جدا، وبحكم اني انا مدير اداره خدمه اجتماعيه، ان على راس هذا الهرم هي اخصائيه اجتماعيه ومتوليه اداره المدرسه. طبعا المدرسه زيارتنا اليوم متابعه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه في ظل الجائحه ومدى تنفيذها داخل هذه المؤسسه، والحمد لله بحضور مراقب التعليم والكادر المكاتب داخل المراقبه التقينا وتناقشنا في العديد من المواضيع. بالفعل يعني خلينا نقولوا ان هذه المؤسسه تحتاج الى دعم. تواصل مجموعة أهل الخير بمدينة هون تقديم مائدة الإفطار للطلبة المقيمين بالقسم الداخلي بكلية التقنية الهندسية بهون لعامها الثالث على التوالي، حيث يسهم أهل الخير من أبناء المدينة وعدد من المحال والمؤسسات والمنظمات في إنجاح هذا العمل الخيري الموسمي. داخل كلية التقنية الهندسية بهون طبعا للسنة الثالثة على التوالي أهل الخير يتوافدون بتسجيل المواد الرمضانية لطلبة القسم الداخلي، كل عائلتين في اليوم يقوموا بتجهيز وجبة الإفطار طبعا مع الحليب والتمر والخبز وما إلى ذلك من المقشقشات الأخرى. طبعا احنا الفريق اللي يقوم بتوزيع هذه الاكلات او هذه الوجبات على طلبة القسم الداخلي على مدار شهر رمضان الكريم. انطلقت ببلدية سواني بن آدم حملة توزيع السلات الغذائية التي يشرف عليها مكتب صندوق الزكاة بالبلدية بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بالبلدية، والتي تستهدف العائلات المحتاجة وذوي الدخل المحدود داخل البلدية في إطار توفير بعض الاحتياجات الأساسية خلال هذا الشهر الكريم. طبعا اليوم موجودين في مقر تجمع مواد غذائية ولحوم بيضاء. طبعا هيتم توزيع 200 سلة داخل بلدية سواني بن آدم. طبعا السلة هذه سلات غذائية ما يقارب 200 سلة، وأيضا 200 سلة اللي هي اللحوم البيضاء اللي هو الدجاج. طبعا هذه الحملة الأولى لمكتب صندوق الزكاة سواني بن آدم كونها هو حديث الإنشاء، وبالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة داخل البلدية.
كما يتواصل بفرع الشؤون الاجتماعية سرمان توزيع الصلات الغذائية الرمضانية في إطار تقديم الإعانات للأسر المعوزة داخل المدينة. هذا وبلغ عدد العائلات المستهدفة والتي تم حصرها قرابة 300 عائلة، في حين بلغ عدد المستلمين 200 عائلة، وذلك بالتنسيق بين المجلس البلدي وصندوق الزكاة وفوج الكشاف والهلال الأحمر بالمدينة. قمنا بتشكيل لجنة هي المساعدات الإنسانية بالفرع لتقديم بعض الإعانات للأسر المعوزة داخل المدينة بالتعاون مع المجلس البلدي سرمان وفوج كشاف سرمان والهلال الأحمر وصندوق الزكاة. وكانت هذه السلة تحتوي على السكر والدقيق والأرز والطماطم والزيت وكيس من بعض من الخضروات وكيس من التمر. والعدد المستهدف كان بداخل المدينة حوالي 305 بين صندوق الزكاة وفرع الشؤون الاجتماعية سرمان. قمنا بهذه الحملة منذ 4 أيام على التوالي، وصل تقديم الإعانات لعدد الأسر لحد الآن 158 أسرة. بدأ الشباب متواصلين في توزيع الإعانات للأسر المحتاجة داخل نطاق بلدية سرمان بالتعاون بين الشؤون الاجتماعية المجلس البلدي، كذلك صندوق الزكاة سرمان، فوج كشاف سرمان، الهلال الأحمر، لتوزيع الإعانات للأسر المحتاجة. تم توزيع حوالي 100 سلة غذائية. هذا وباشرت فرق الهلال الأحمر في مدن يفرن والرجبان وجادو توزيع سلات غذائية على الأسر المحتاجة في إطار الحملة التي أطلقتها بالتعاون مع مكاتب الزكاة بمدن الجبلة. وتهدف هذه الحملة إلى التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة بالمنطقة في ظل الظروف التي تمر بها من انعدام السيولة وغلاء الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. تشتمل على لحوم بيضاء ولحم صدر ولحم مفروم ولحم نقانق وخضار مشكلة وخضار سادة وكمية من المواد الغذائية كالأرز والسكر والزيت والطماطم. كرم فريق رواد الخير بإقدامس نخبة من أطفال المدينة المواظبين على أداء صلاة الفجر في سائر الأيام والشهور على مستوى مساجد إقدامس. قال القائمون على التكريم إنه يهدف لتشجيع الأطفال وتحفيزهم أكثر على أداء الصلاة في وقتها بالمسجد، مشيرين إلى تكريم حوالي 25 طفلا على مستوى بلدية إقدامس. اليوم احنا هنا متواجدين في مبادرة جديدة من مبادرات فريق رواد الخير، وهي تكريم عدد من الأطفال المواظبين على صلاة الفجر على مستوى مساجد مدينة إقدامس. لاحظنا هؤلاء الأطفال ما شاء الله يعني دائما لعدة أشهر لعدة سنين هم مواظبين على أداء صلاة الفجر في وقتها وفي المسجد، فاحنا قمنا بتكريم هؤلاء الأطفال على التزامهم. وهدف أيضا الهدف الآخر تحفيز الأطفال الآخرين على أداء الصلاة في وقتها. هذه المبادرة رابع سنة على التوالي نقوم بها المبادرة. فهذه المبادرة الطيبة نتمنى من أولياء الأمور كلهم أن يقوموا بمساعدة أبنائهم وتربيتهم على حضور الصلوات في المساجد، ولكن حذاري من اللعب في المساجد. نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا وإياكم في عليين. وفي أخبارنا الاقتصادية، حيث أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا اليوم عن قلقها بشأن توقف إنتاج النفط في مرسى الحريقة، وإزاء ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة. أكدت البعثة في بيان لها أن استمرار إنتاج النفط والحفاظ على استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط يبقيان ركيزة أساسية وحيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا، مشددة على ضرورة أن تضمن جميع الأطراف بقاء المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة مستقلة وتكنوقراطية تمتلك ما يكفي من الموارد.
ناقش وزير النفط والغاز محمد عون خلال اجتماعه بوفد من شركة إني الإيطالية يضم الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية إليساندرو بوليتي ومدير عام الاستكشاف والإنتاج كويدو بروسكو وعددا من المسؤولين، ناقش قيام شركة إني بتزويد المؤسسة الوطنية للنفط ببعض الإمدادات الطبية المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا، إلى جانب نشاط شركة مليطة للنفط والغاز خاصة في المناطق البحرية وسبل تطويرها. بدوره أفاد الوفد الإيطالي بأنهم قد بدأوا فعليا في إجراءات المسح المبدئي لموقع محطة الطاقة الشمسية بقرية ريبيانا. وفي نشرة الكهرباء اليومية، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عدم وجود أي ساعات لطرح الأحمال في الأجنحة الغربية والشرقية والجنوبية من البلاد هذا اليوم، ودعت الشركة المواطنين لمراعاة أي تغيرات قد تطرأ على الشبكة والتواصل معها في حال وجود أي خلل. يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتداءات على خطوط الشبكة، حيث أعلنت شركة الكهرباء عن قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 450 مترا بمنطقة سواني. الشركة قالت إن هذا الاعتداء تسبب في فقد التغذية عن 5 محولات هوائية ومحطتين أرضيتين، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل والمزارع. إلى خبر عن مصرف ليبيا المركزي، حيث أعلن المصرف اليوم تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي نفذتها فروع المصارف لأكثر من 200 شركة خلال أسبوع، وتغطي طلبات فتح الاعتمادات المستندية الفترة من 15 إلى 21 من أبريل الجاري، ويتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات لها بين استيراد المواد الغذائية والمستلزمات الزراعية والمواد الخام والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية وغيرها. تسلم مصرفا الجمهورية وشمال إفريقيا في مدينة الكفرة سيولة نقدية قادمة من مصرف ليبيا المركزي. وأفاد مراسلنا بالمدينة بأن السيولة وصلت من طرابلس على متن طائرة ليبيا للطيران وتقدر بحوالي 15 مليون دينار ليبي، ومن المتوقع أن يكون سقف السحب 1000 دينار لكل حساب في المصرفين المذكورين. وفي التعاون الاقتصادي الليبي الإيطالي، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن لبلاده اتفاقيات عديدة مع ليبيا ستخلق بفضل الحكومة الجديدة فرصا جديدة للشركات الإيطالية. دي مايو وفي تصريحات إذاعية وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية، أكد أن الشركات الإيطالية توشك استئناف أعمال أو أعمال إنشاء أكبر طريق سريع في ليبيا يمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية مرورا بمطار طرابلس الدولي. تعد التمور الليبية من الأصناف الأساسية في كل بيت خاصة في شهر رمضان الذي يكثر الطلب عليها. كاميرا قناتنا وأثناء جولتها في سوق الخضروات في مدينة سرت التقت بائعة تمور حدثنا عن الأصناف المتوفرة لديه عن حجم الحركة الشرائية هذا العام، لنتابع. التمور التي لا يكاد بيت ليبي يخلو منها، خاصة في الأوقات التي تكون فيه صنفا أساسيا على المائدة كما هو معتاد عليه في شهر رمضان المبارك. في مدينة سرت ينتظر بائع التمور من السنة إلى السنة لكي يفترش الأرض ويبيع محصولا وطنيا يمتاز بجودته. قدام السوق الخضرة من سرت والتمر هون، وما شاء الله تمور أجود التمور، وباهي 4 كيلو ب10 وزوسكي الرطب ب6 والدرجة الأولى ب7 باهي، والمعسلة 5 جنيه، وتمور ما شاء الله هون ما شاء الله حاجة قدام السوق الخضرة قدام السوق السرت. ما فيش نوع ما عندي، كله علي قابل الدقل، أي نوع موجود قدام السوق هنا، أي نوع. الدرجة الأولى ناقصة شوية قدام السوق، لكن حاجة أي نوع موجود. باهي أسعار ممتاز من 5 إلى عند 6.
كغيرها من أنواع التجارة التي تضررت في الفترة الأخيرة بفعل الأوضاع الاقتصادية، أكد بائعو التمور في سرت انخفاض العملية الشرائية للمواطنين وأن الحركة في الأسواق ليست كما كانت عليها سابقا. والله يا باي يعني احنا ديما شادين في السوق، هنا ما فيش سوق، يعني سنة هذه ما السوق بطيء والله، البنزينة ما فيش والعرب كله في طوابير بنزينة وخلاص، ها ماشي حال، ومرة مرة تنزحم، مرة شيء يوم هيك يوم هيك، يوم في مبيوعات يوم ما مكسر ما في شيء. والله إن شاء الله شهر مبارك عليهم، إن شاء الله إن شاء الله يصوموا كل سنة طيبين، كل عام بخير إن شاء الله، إن شاء الله كل سنة أحسن من أحسن إن شاء الله، يهني الله بلادنا. زراعة النخيل وإنتاج أفضل أنواع التمور تجارة مباركة اعتاد عليها الليبيون منذ سنوات طويلة، فالتنوع الكبير بالأنواع أعطى كل منطقة نوعا يميزها عن غيرها، حتى أصبحت التمور الليبية علامة وطنية يفتخر بها. فاصل قصير وتتابعون في أخبارنا الدولية. بوتين يتوعد خصومه الخارجيين برد قاس على الاستفزازات ضد بلاده بشأن أوكرانيا. أهلا بكم من جديد. توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خصومه الخارجيين الأربعاء برد قاس في حال سعيهم لمهاجمة روسيا مع تصاعد التوتر مع الغرب بشأن أوكرانيا خصوصا ومصير المعارض المسجون أليكس نافالني. وتظاهر آلاف الأشخاص في روسيا دعما لنافالني منتقد الكرملين المضرب عن الطعام منذ 3 أسابيع، إلا أن الأعداد كانت أقل مما كانت عليه في يناير وفبراير عندما دفع توقيفه عشرات الآلاف من الروس إلى الخروج للشوارع. وفي ملف كورونا في العالم، أعلنت اللجنة العلمية التونسية أن طاقة أقسام الإنعاش في المستشفيات التونسية بلغت أقصاها، وأن المنظومة الصحية في البلاد على وشك الانهيار، وذلك مع التفشي السريع للسلالة البريطانية من كورونا. قال عضو اللجنة أمان الله المسعدي لوكالة رويترز إن اللجنة العلمية تدرس مقترح غلق الحدود خشية تفشي السلالة البرازيلية والجنوب إفريقية في البلاد. هذا وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت يوم أمس تسجيل 2603 إصابات و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا. في حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم، سجلت الهند نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع نقص الأكسجين الذي تعاني منه المستشفيات في نيودلهي. هذا وأكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أن سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة يواجهون معركة كبرى من جديد، داعيا المواطنين إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الجائحة. تدرس المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراء قانوني ضد عملاقة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا لضمان تسليم جرعات كافية من لقاح كورونا الذي تنتجه الشركة. قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية إن الذراع التنفيذية للتكتل والتي تتفاوض بشأن العقود مع منتجي اللقاحات نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد قد تسعى لاستصدار أمر قضائي، لأن الشركة لم تقدم بعد التزاما رسميا بشأن عمليات تسليم اللقاح المخطط لها. إلى العناوين.
المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة يبحثون في مصراتة ملفات الانتخابات وعودة المهجرين والمصالحة. لجنة المتابعة الدولية تحث مجلس النواب على إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات قبل الأول من يوليو. المجلس الرئاسي يطلع بمهامه لمواجهة التهديدات الخارجية ويناقش مع دول الجوار الوضع في تشاد. مع انطلاق أو تواصل انطلاق حملة التطعيم، ليبيا تسجل 533 إصابة جديدة بكورونا. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا libyaschannel.com أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.